مع ويكند ماك فقرة سلم المعلوماتية من الفقرات اللي من أول حلقة حبينا أنها تكون موجودة، لأنه المواطن التونسي في داره ساعات تجيه مشاكل في الأورديناتور نتاعو وإلا في فيسبوك ولا في غيره ويحاول يلقى حل، ساعات ما يعرفش الحل وين. احنا اليوم معنا سي كريم العربي من عن الوكالة الوطنية للسلم المعلوماتية باش نلقاو شوية حلول بعض المشاكل. أي بعض المشاكل. هكا الفيروس اللي يجي في الأورديناتور أولا أسبابه. أسبابه لي فيروس بون كيما نعرفوا معناتها انواع كثيره، فما معناتها اللي نجم يضروا الاورديناتور، فما اللي يستغلوهم باش كيفاش يضروا ماهوش فيروس مش باش يعمل حتى شيء به. اي فوالا، هما درجات الخطوره معناتها متفاوته فيهم ولا متفاوتين في لي فيروس. دونك فما لي فيروس اللي خربوا الجهاز، وان دوزيام تيب دو فيروس هما ينجموا معناتها يسرقوا بهم لي دوني بيرسونيل، معناتها المعطيات الشخصيه والمعلومات الموجوده على الاورديناتور. دونك لي فيروس من تيب الاول هذوما برمجيات صغيره يعملوهم القراصنه كيما نجموا نقولوا معناتها تحدي بيناتهم. شكون كيفاش يوصلونا للاورديناتور نتاعنا؟ عن طريق شنو؟ عن طريق الانترنت معناتها السبب الاول، عن طريق البرامج اللي تتباع على اقراص معناتها سي دي، يعني كي تشريه تحطو يفاريس للاورديناتور. الاكثريه كيبداو معناتها برامج مقرصنه كي يبيعوا فيهم في الحوانت. يجيو زاد من التبادل نتاع الرسائل الالكترونيه معناتها سبب اي لي ايميل من الانترنت. يجي ايميل فيه ليان راك ربحت حاجه، راك فما بروجرام جديد، راك انت تعمل كليك الفيروس يهبط على الاورديناتور. انت يبدا معناتها في بالك اللي هو فيروس، يبدا في بالك البرنامج هذاك اللي تستعمل فيه، ما هو يبدا معناتها يخبي فيروس. كيفاش نجمو نعرفوا؟ فما طريقه باش نجمو نعرفوا بها والا لا؟ يعني الا ما تحل وتفاريس الاورديناتور نتاعك. الطريقه الوحيده هي توخي الحذر، ما معناتها تاخذ ديما برامج اصليه، ما تشريوش يعني البيراتي، ما تشريوش البيراتي على كوبي على كوبي وحطوها في الاورديناتور نتاعك. فوالا فوالا، هذاك فما زاد لي لوجيسيال كراكي. الكراك هذاك اون جينيرال يبدا معناتها فيروس، و معناتها الاغلبيه فما المستخدمين كي يستعملوا الكراك يراو الانتي فيروس يخدم ويقول لك سي ان فيروس، هو في اصلهم فيروسات لي كراك هذوك. صحيح هو يعمل كراك للوجيسيال باش يولي يخدم، اما هو يخبي معناتها فيروس في وسط البرنامج هذاك. في الاورديناتور نتاعنا وقت اللي يتفاريس شنو اول حاجه نحميوها؟ هو خاطر اذا دخل فيروس اكيد باش يدمر كل شيء، شنو اول حاجه انت كمختص نمشيو في ساعه ونحميوها؟ اول حاجه معناتها المعطيات الهامه والمعلومات اللي عندنا على الحاسوب نعملوا لها سوفغارد على سوبور واحد اخر كيما ديسك دور اكسترن ولا فلاش. مش نبقاو نلوجوا كيفاش نحيو الفيروس وننساو اللي فما معلومات يلزمنا نحميوها قبل. تحمي معناتها المعلومات نتاعك تحطهم على فلاش ولا سي دي ولا هو صحيح معناتها المعلومات هذوما باش يبداو فيهم معناتها فيروس باش يضربوا بالفيروس زاد هما. اما اول حاجه نهربوا المعلومات نتاعنا معناتها باش ما يذيعوش. وثاني حاجه اون اكزيكيوت الانتي فيروس. انتي فيروس نون اكزيكوت على الاورديناتور، نعملوا مسح للقرص الصلب يتنحى الفيروس، من بعد هيك ننظفوا الكلي اللي عندنا معناتها لي دوني اللي خرجناها من الاورديناتور ونعاودوا نراجعوهم بعد. انتوما كويكيلا اكيد عندكم برامج فيما يخص يعني عمليات هذه يعني توعيه، كيفاش تتعاملوا مع المواطنين؟ كيفاش تحاولوا توصلوا لهم معلومات اللي ربما انتوما في الوكاله تحطوهم على برامجكم ولكن ما توصلش؟ هل هناك برامج خاصة؟ احنا عندنا الموقع نتاع الوكالة اللي هو www.ansi.tn وعندنا tunesert.ansi.tn زاد. عندنا فيهم دي جيد معناتها دو بون براتيك كيفاش نختار ان بون انتي فيروس، كيفاش معناتها فما دي جيد دوتيليزاسيون كيفاش ننستال ان فيروس على ان انتي فيروس على البي سي. وفما زاد دي جيد اخرين فيهم اليات الوقايه من الفيروسات والاخطار نتاعها. عندنا زاد سيكسيون في السيت معناتها اوتي معناتها ينجم المستخدم يحمل منها دي زونتي فيروس جراتوي بلاش اوبن سورس. يعني هذا من يعني برامجكم في الوكاله لحمايه الحواسيب من اي من الحواسيب معناتها هذا حمايه الحواسيب من الفيروس. قداش نسبه التوانسه المتضررين من الحكايات هذوما؟ كده انكم كوكاله تجيكم برشا تشكيات ويجيكم برشا ناس متضرره وما تعرفش شو تعمل.
اي هما جاونا على عندنا رقم نداء في الوكاله كلمونا عليه نعمل عليه الاسيستونس. نجم نقول اللي ثمة كبير نتاع عباد متضررين من هل هو اللي انهم الناس هذوما مساكن يجهلوا المعلومه انه كي يجي ايميل لشنو ترجعوا لحكايه هذوما لانه ما عرفش يستعمل الاورديناتور اللي عنده مشى مثلا شري سيدي غالط والا حل ايميل ما عندوش فيه حتى ذنب انه جاه ايميل حله. هو اون جينيرال المواطن يفتقد للوعي معناتها التوعيه في السلامه المعلوماتيه معناتها ناقصه شويه عند المواطنين. ناقصه برشا. انا نقول شويه على خاطر. انتم ما خدمتوش هذولي عندكم في التوعيه. قايمين باللازم اما اللي ما يسمعش الكلام. يضربوا الفيروس. هكا ربي معاه. شكرا لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك. ان شاء الله كل اسبوع نهار الاحد يكون ديما عندنا فقرة الوقاية والسلامة المعلوماتية. اكيد انه التونسي لازم يكون محتاط لبرشا حاجات. توا باش نمشيو لعالم اخر هو عالم الجمال والاناقة، ولكن باش نمشيو الى كيفية العناية بالبشرة وراجعين.